اكل اكل مع ماماتي. طيب واشتركوا وحطوا لايك ده. باي باي. السلام عليكم يا أصدقائي، كيفكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله بخير متابعيني أحبائي، إن شاء الله بخير. أصدقائي اليوم نساوي شوربة عدس بس بالخضرة. عنا هون كرفيس، عنا هون بطاطين، جزر، بصلة، وبروكلي. بدي أحطه سووا هالشوربة كتير كتير طيبة. وسنين توم. مرحبا بولي من هيتشونا رحاتنا شولي هيرندنا بكيفنا هبولي منو دالون هرو عمكي شربوك بر خوش شيكن و بر مفيدة كوسوني بك نسك جامع هيا ما بوك ششتي سيزوكي كري و هفو كرافيزة جد هونن تعمي خو بر خوش خورني دو كشربو دو برنده نقنا زي حليسك بيرقف و الفرو جيزار محليس كرنا و دو بطاطا و بروكلي و بيبوزك و دو تاناسير ام کی به شوربه نخنو چیکن اکی پر خوش ببه و ساکن نخنو ام کی هورکن ام کی چو چیکن هلا بلش من نفرم مثل ما قلت لكم هون عندي كاسه ونص عدس غسلته صفيته هلا اول شيء بدي افرم الخضره اللي عندي بسم الله الرحمن الرحيم هلا نفرم بدها ينسلق مو ضروري ناعم بدها ينسلق هالخضره عنا مفيدة لأولادكم هلا بنفرم بطاطا حبولي من نحن عمي بطاطا هيركا عمي نجيب تكن سعني خورا كله بنفرمه بنخلص وبنجي بام نطبخها نفرم بصلة كمان بهالشكل هلا سنينكم كمان هلا نفرم بروكلي هاي اجا دور هاي كرافسيا هاي فيكم تفرموها كمان تفضوها فوق الشوربه نكهتها طيبه وفي منهم بيحطوه بالمخللات وقت بيكبسوا مخلل كتير بتعطي طعمه مخلل كتير كتير طيب هلا بدنا نقشره هلا بخلص تقشير وبغسلها وبفرمها اصدقائي هي قشرناها هلا بدنا نفرمها مكعبات بهالشكل هالشوربة مثل ما قلت لكم كتير كتير مفيدة هفرم ما فيش شوربة شيكن فعلا قشكي ورا ونخنو خاصة بستونة يعني خوشة الا الشدة هالشوربة هي كتير مفيدة وطيبة اصدقائي هلا بفضي نص كوب زيت بسم الله الرحمن الرحيم فضينا هلا بصل بتحمص بصل وبعدين بفضي الخضروات اصدقائي بنفضي الجزر بنفضي الخضروات كله يعني سوا بنفضي الخضروات كمان هون ايش عنا خضروات حطينا هلا هيك نخلطه بس شوي تحمص عنا ينقلها شوي بنفضي العدس وشوي بعدين بنفضي فوق المي شوية حشو هلا بفضي العدس حبولي ما ودي نشكي فوق الكري
من سكين خوش دمكنا بوش كنن دمكنا عمي تهبدن و عمي وفخو وازين دمكنا بكهب نجي جيتكن و حبولي من بوش شي جامو هابي ممكنن او اخر شي من دي بوش تكنك اصدقائي هلا بدي احط كعبين ماجي بس عندكم لحمة اخر شي بتقلوا لحمة وبتحطوا فوقه بس انا ما بدي احط لحمة ايضا حط له لحمة من هاري طبخت حطيت فيه لحمة بس هلا ما عندي ما حطيت عندكم حبيتوا فيكم هلا بدي احط مي بس بنعرف ما في مي سخنة هلا برجع بفضي مي شوي تاني وخليه ينغلى لهالخضروات كلها تستوي تحتري والعدس تحتري وبعدين مضربها بالمكسر ومشوف كيف بدها تصير. شوربتنا استوت افتى شي ساعة. هلا فيكم تحطوا بطنجرة بخار ساعة عندكم مستعجلين 10 دقايق بستوي بس انا حطيته هيك مشان تشوفوا. انا في عندي طنجرة بس ما طبختها انه طبختها هيك مشان سوا ببين عليكم. هلا شوفوا كيف العدس داب دوبان والخضرة كمان هفولي بنبي. هلا بالمكسر منن بدنا نطحنه. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا خلي هذا كله يطحن وهو فوق الغاز ما بصير اي شيء. وطيت الغاز طاول فيكم طفوا الغاز كمان بصير. أصدقائي طحنتها شوفوا كيف صارت. هلا بدنا نحط بهاراتها. هون عندي ملح حسب الاختيار مع الأول نص ملح. هون عندي كمون وعندي هون فلفل أبيض هيك بس بحط هدول. فيكم تحطوا فليفله حمراء ايش ما حطيتوا فيكم تحطوا فلفل اسود هي اختيار. هون طواية حطيت ربع كوب زيت. هون عندي معلقه طحين. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا بقليه ومثل ما قلت لكم مثل حسب الكميه اللي بدكم تساووا. فيكم تحبوا تساووا كاسة عدس، فيكم تساووا كاستين، عندي هون الكمية كاسة ونص شفتوا ساويتها. هلا بنقلي هالطحين مع الزيت. حبولي من هون عمي ونبقى ورينا ونبقى نكهة خطار فرخوش تبي. أصدقائي بسم الله الرحمن الرحيم. هلا بفضي شفتوا مثلا سميكة عندكم فيكم تحطوا كاسة مي سخنة. رجع نخلطه شوي ونكسر. أصدقائي حاجتو هيك طريقة شوربتنا طلعت وهلا بطفيه. ومثل ما تكون حبيتوا فيها لحمه تقلوا لحمه هلا هيك جاهزه مثلا بتفضوا لحمه ناعمه بهالطريقه نكهتها كثير بتصير طيبه. حفله من جوا جوشت حاسكل جوشتي هرجم هاي ممكن بتاكلي. وحفله من مد ماجي دن كرني دي سو مساكر مثلا جوشت هنايا مد من شور كوبك ماجي كرني. اصدقائي حطيت اربع كعب ماجي وهلا شوف كيف بدنا نقدمه. طيب خلي شوربتنا بهالطريقة وهون فيكن ترشوا عليه بقدونس وفيكن ما ترشوا عليه فليفلة حمراء. وهي عندي كرافسيا اللي خضرة فرمتها هيك بهالشكل. اش ما حبيتوا فيكن تحطوا وهون كمان فليفلة حمراء. هاي الزينة هاي اختيار اش لون ما حبيتو بتساووا. هقول لما ما شوربه خو خلص كر شوربه ما في طريقه تشبي ما نوجي برو قورون و عملنا خلو خضري خو جدينا وبيبقى وترشوي ببرو وليمون وهفنا مجو بر خوش تبي قد كورو صحته ونحن مساكن جوا عجبون وجوا فكره عجبون واتشكر نقول لك لا بخون.
أصدقائي سأعجبكم فكرة وسأسويتهم تاكلهم ألف صحة وهنا يا رب. وهلا ابني بهاء بده ياكل وبدي اقلكن رأيه. أصدقائي حطينا الشوربة سفرتنا، هلا عندي بهاء بده يدوقه، بده يعطي رأيه، بده يعطي رأيه شوربة، بده يقلكن طيبة لما طيبة. دوق بهاء. وعنا هون جارتنا بنت رفيقتي مغربية، أبوس هالشعرات الحلوين، شوف كيف شعراتها حلوين. ذوقي أميرة، كلي يا ماما يلا. شلون؟ طيبة. طيبة؟ أعطيه رأيك يلا دي. دوقة دوقة دي دوقة على السوا. شويش ماما. من نهارين مو نهارين سويته بها، قبل لي ماما ارجعي سوي هالشوربة كتير طيبة. وإيش بنحكي بها؟ إيش بنقول؟ إيش بتقول لرفقاتي؟ أكل لأكل ماما، مواتي طيب، واشتركوا وحطوا لايك. وباي باي، واعطيكم الف عافيه، ان شاء الله عجبكم الفكره، وباي باي. اميره اعملي باي باي. طيبه؟ كيف الشوربه؟ حلوه كيف الشوربه؟ احكي يلا دي. حلوه حلوه؟ ايه تمام، ابوس راحك.